مثل ما بنعرف انه غدا الشارع السوري والشعب السوري كله يستعد لاجراء الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب. ما هي الاجراءات وكيف ستتعامل وزارة الصحة مع عملية الانتخابات لتمنع قدر المستطاع وقدر الامكان انتشار فيروس كورونا ضمن المراكز الانتخابية؟ رح نحكي عن الموضوع اكثر مع الاستاذ عاطف الطويل، معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة. صباح الخير أستاذ. صباح أهلا النور، أهلا وسهلا وسهلا فيك. فيكم. صباح الخير دكتور عاطف. شفنا كثير من الأشياء بشكل يومي بسبب الوضع الصحي تأجلت، لكن لابد العودة إلى الحياة مثل جميع المؤسسات الدولية اللي رجعت شوي شوي للحياة مشان استمرار الحياة اليومية. الانتخابات تأجلت سابقا، لكن اليوم رح يتم إجراء انتخابات مجلس الشعب بكرة. خلينا نحكي شو اللي اختلف اليوم، شو الإجراءات اللي عم تتخذوها ضمن هيدا الظرف الصحي الاستثنائي، مو فقط في سوريا، نحن عم نحكي عن جائحة عالمية تجتاح العالم اليوم. أول شيء صباح الخير، صباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل تم بالفترة الماضية تأجيل انتخابات مجلس الشعب لأنه كنا ضمن فترة هي فترة الحظر. صحيح. تم تأجيلها لفترة معينة، بعدين الكل شاف والكل العالم بيعرف أنه لا يمكن تأجيل أي نشاطات إن كانت اجتماعية أو سياسية أو ما شابه أو اقتصادية. فلذلك صار في عندنا انفتاح تدريجي ثم انفتاح كامل تقريبا للنشاطات في كل الدول العالم مع بعض التدابير. إذا لا يمكن إيقاف عجلة الحياة. صحيح. فلذلك كان لابد من العودة، ولابد من العودة للانتخابات مجلس الشعب، ولكن دائما مو بس عندنا، بتعرف يعني النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية عالميا كل شيء رجع تقريبا ولكن ضمن ضوابط. فلذلك كان لابد من العودة لانتخابات مجلس الشعب، استحقاق دستوري بدنا نعمله، وبذلك ولكن جاء في زمن الكورونا مثل ما بيقولوا، فهذا ظرف استثنائي ضمن منه في بعض التدابير اللي نقدر نتجاوز هالاستحقاق من دون اي اثار صحيه. نعم استاذ عاطف، خلينا نحكي اكثر كيف تم تنظيم ودراسه الامور لحتى يتنظم الدور والبعد المكاني بين المواطنين يلي بدهم يدلوا بصوتهم، والتوعيه بشكل اكبر بالمراكز نفسها. شيء طبيعي تم التنظيم سلفا بدراسة هي معروفة، يعني في عدة وزارات معنية بموضوع الشأن الانتخابي، إن كانت وزارة الإدارة المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة حاليا اللي دخلت على الخط ضمن العارض الصحي هذا اللي إجا الجائحة. فلذلك هدول بيدرسوا الموضوع أنه وين الأماكن، وبنفس قلنا إحنا هلأ في عنا تعليمات الأساسية دائما بكل دول العالم هي موضوع التباعد المكاني للتخفيف ما أمكن تحديدا من نشر العدوى. فلذلك كان لابد من دراسة عدد المراكز وعدد المقترعين وبالتالي توزعهم على المناطق، مشان هيك كان في عنا للخارطة الصحية توزيع بعدد المراكز أو زيادتها أيضا بما يتناسب، لأنه نحن عندنا فقط يوم عدد المراكز. تماما 7331 مركز بما يتناسب مع عدد الناخبين والكثافة في كل نقطة جغرافية موجودة. تمام. طيب نحن اليوم عم نحكي في جهود مشتركة من جميع القطاعات والمؤسسات للمساهمة في إنجاح عملية الانتخابية وأخذ جميع الإجراءات الاحتياطية والصحية. تم تنسيق سابقا بين وزارة الصحة ووزارة الإدارة المحلية يمكن لأخذ جميع الإجراءات بعين الاعتبار لفترة زمنية سابقة، عم نحكي لتكون الأمور فعليا على أكمل وجه عم تتخذوها اليوم. خلينا نحكي عن هيدا التنسيق، كيف تم أخذ جميع التفاصيل بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية. التنسيق تم عبر لجان ما قبل بداية العملية الانتخابية. شيء طبيعي هذا الكلام، فبيحددوا عدد المراكز، عدد الناخبين، أماكنهم، توزع عدد المرشحين، الوكلاء، كلياته هذا بيتم تنسيقه. ووزارة الصحة في النهاية عندها أيضا التزامات، فبتأكد عليها هي عبارة عني اللي حطتها الشروط الصحية للعملية الانتخابية. ما قبل العملية الانتخابية أيضا في بنسميها نحن في الأماكن المرشحين، في أماكن المرشحين أيضا خلال العملية الانتخابية وما بعد العملية الانتخابية وضعت شروط صحية، وأيضا في عنا شيء اسمه جاهزية القطاع الصحي خلال هاليوم الانتخابي أيضا حيكون بشكل واضح تماما من خلال تواجد كل فرقنا الطبية ضمن هالمراكز هاي. نعم هون خلينا
وعلى أهمية يمكن وضع الكمامة ووضع الكفوف، وأي حدا بيحس بأي عارض أكيد الفرق الطبية هي رح تكون جوالة وثابتة بالمراكز الانتخابية. خلينا نضوي على هاي النقطة. تمام، هلا نحن بالنسبة لنا حطينا أول شيء شروط للمكان الانتخابي. أولا شروط للمكان الانتخابي، الشروط المكان لازم في عندي تباعد مكاني، الوكلاء ما بيفوتوا، هي بشكل طبيعي إن قبل ما قبل الكورونا ما بيفوتوا ابدا لجوات المركز، ان تواجدهم برا فلهم تباعد لازم يكون بيناتهم. في لجان ايضا بدها تحاول ما يكون في اكتظاظ، ما يكون في تجمع حوالين المرشحين، تنظيم العمليه انتخابي. ضمن المركز الانتخابي بيتواجد عدد من الناخبين المقترعين يتوازى مع عدد الصناديق. يعني أنا عندي 5 صناديق، معناتها بدي فوت فقط 5 أشخاص ينتخبوا، ما يكون 10 و15 جواتهم، بيطلع واحد بيدخل واحد بدل منه تماما، شيء طبيعي اللي بده يكون جوات المركز الانتخابي اللي عاملين على المركز موجودين. إذا في عندي التهوية، في عندي منع التدخين، في عندي آداب السعال والعطاس، في عندي شيء أساسي ما قبل العملية، هي نحن تم تماما ما قبلها، هي عبارة عن من يومين بلشوا، اللي هي التنظيم أول شيء، بعدين تطهير كل الأمكنة والصناديق. في عنا شيء اسمه أول شيء تنظيف وتطهير خلال النهار، شيء طبيعي تماما حيكون في عندي أيضا عبارة عن تطهير للأماكن هاي خلالها، وخاصة موضوع الأسطح. أيضا طلبنا أنه يكون في عندي شيء اسمه معقمات، إذا في مجال المواطن يكون معه يغسل إيديه قبل ما يجي، يغسل إيديه أيضا بعد ما يخرج من العملية الانتخابية، إن كان بالماء والصابون إذا متوفر، أو إذا ما في كان عبارة عن أي محلول سواه كحولي. هذا الإجراء نحن عم نحكي عليه جوات المركز الانتخابي. للمواطن أيضا تم إعطاء توصيات تماما، أول شيء يجيب الألم معه مشان ما يصير في تبادل أقلام تماما ما يصير في تبادل أقلام، رغم انه هي بنسميها نحن هي عملية احدى الوسائل لنقل العدوى او الفيروس. صحيح. وبالتالي كل واحد يجيب الألم معه، في حال يعني برجع بقول مثلا يمكن واحد يكون نسيت الألم. صح. طيب انا بستخدم ألم تاني ولكن بكون في عازل بيني وبينه، ما حقدر بسكف، ما حيتوفر معي، بحط محرمة تمام وبحمل الألم، وبعد منها بكب المحرمة وبعدين بغسل إيدي. إذا الطريقة هي أيضا كمان وسيلة ممكن، لأنه يعني واحد يقول لك مو كل واحد مثلا معه الألم معه، بس هو لازم يكون جايب الألم معه تماما، هذا من احتياطاته. كبار السن أيضا لما بدهم يجوا، وخاصة أو لما تظهر عليه بعض الأعراض الصدرية أو ما شابه، هو بده يؤدي حقه الدستوري بالانتخاب، فبيجوا ولكن بأوقات معينة ما يكون في ازدحام، وبنفس الوقت ما يتواجدوا خارج المركز الانتخابي لفترة طويلة. يعني في عندي 10 أو 15 وكيل للناخبين، ما أتنقل بيناتهم أنا من واحد واحد، لازم أنا أكون مجهز حالي سلفا، عارفان أنا القائمة اللي بدي انتخبها مين هي. ما بيجي أنا وقتها لأخذ قراري. صحيح. والله فلان عم يقول لي وفلان وفلان وفلان، وبالتالي كلياتهم بيتكوشوا. هو في عمليات تسويقيه رح تصير اكيد بالنسبه يعني. له لا، نحن عم ناكد على هذا الانسان اللي هو كبير بالسن، يعني ياخذ قراره سلفا، جاي عارفان حاله بيبي ينتخب هالقائمه هي 10 15 واحد الى اخره، اللي هن اجراء احترازيه بيدخل خلال 5 دقائق وبيطلع مباشره. اذا انا بالنسبه لي كبير السن، المرضى المزمنين منقوصي المناعه، يعدوا اقل فتره ممكنه ومباشره يروحوا، شيء طبيعي لازم يكون عنده محرمة على الأقل، عطس، سعل، لازم يكون دغري مباشرة معه ليقدر تماماً يقدر. وتكون الأولوية من قبل المواطنين يدخلون وهذا بتأكيد لازم يلبس كمامة تحديداً، لازم يلبس قناع طبي. هلأ العاملين جوا يجب أن يلبسوا القناع الطبي مع شو، بالإضافة للوكلاء، لأنه هدول هيقعدوا فترة طويلة حوالي 12 ساعة. صحيح. فإذا الوكلاء يجب أن يرتدوا القناع الطبي والكفوف، نفس الشيء العاملين جوات المركز. بس أنا عم أقول للناخب، الناخب هذا ممكن يقعد أقل فترة ممكنة بالنسبة، شو طبيعة التهوية للمكان ضرورية، ما يقعدوا الفترة الطويلة، عم أقول دغري ينسحب، تدخين ممنوعة، هذا شيء أساسي بالنسبة للناخبين. يعني أيضا شروط اللي هي عبارة عن الأماكن الانتخابات أو أماكن النشاط، نحن اليوم بلشنا بمرحلة الصمت الانتخابي. صحيح. الفترة الماضية شفناها كلياتها أنه كانت في بعض المرشحين احتفالات، بيان شو أهدافهم إلى آخره، البعض منهم أقام احتفالات غناء إلى آخره، مطربين تماما، هي لازم توفر فيها أيضا الشروط الأساسية. وهلأ نحن مقبلين على فيما بعد الانتخاب حيكون في حفلات التهنئة.
صحيح. هون تهنئه، فهون ايضا هي لسه يمكن تكون اكثر من هي رح نشوفها. فلما امبارح مثلا احد المحافظات عملوا حفله غناء ولكن بالشارع، يعني ماشي الحال بالنسبه لنا. المهم انت لا تكون في مكان مغلق، هي اول الشغله الثانيه رح نكون في عندها التهنئه. فان كان خلال عمليه انتخابيه جيت انا والله انسان كبير بالعمر، المصافحه ممنوعه، العناق والتقبيل ممنوع تماما، هي خلال عمليه انتخابيه. وايضا لما بنجي وين جاي المرشح الفلاني وفاز، الكل العالم بدها تبوسه، معناته شو صار معه؟ نحن يا جماعه نحن حاليا بمرحله صعبه، مرحله حرجه. هي احدى الاساليب، انا كل ما بكون بعيد عنك المسافه الكبيره انا صحتك تماما تماما بكون العدوى اقلها بكل معنى الكلمه. بينما قاعد عم ينتظر وانا هو وفريقه الانتخابي والكل العالم بده يبوس، معناته قديش تبوس 500 واحد 1000 واحد ما بتعرف انت اي واحد منهم مصاب، وبالتالي انت ستنقل العدوى. ما بتخلي بعدين يكفي برنامجه الانتخابي، خلي حفاظا على صحه المواطن والنواب. برجع بقول نحن بيهمنا كصحه انه نوصل لمرحله انه ما يكون في عندي اي عدوى بيناتهم. الشغله الثانيه هي شيء طبيعي حيكون بالمضافات، شيء اسمه تقديم مشروبات او حتى طعام، ممكن موائد ما شابه، تكون دائما بادوات شخصيه للاستعمال مره واحده، يعني فنجان القهوه كرتوني، كاسه المي بلاستيكي تماما. جبت اكيد عليها اذا في طعام يكون عباره عن ادوات شخصيه، مو والله نفس المعلقه نفس الصحن او الادوات اللي تستخدم مثل ما قلت مره واحده، استخدام مره واحده هذا ضروري جدا جدا جدا. باضافه للتباعد المكاني ما امكن وتهويه المكان دائما. في شيء بنأكد عليه، موضوع الثاني هو موضوع الأراجيل والتدخين. الأراجيل والتدخين خاصة إذا بدنا نقعد فترة طويلة. هلأ بالنسبة لكبار بالعمر برجع وبأكد عليهم، بدهم يروحوا يهنوا المرشح الفائز، يقعدوا 5 دقائق 10 دقائق يهنوا ويطلعوا، لأني ما بفضل لهم الفترة الطويلة، لأن الفترة الطويلة كل ما بتجيب العدوى أكثر وأكثر. إذا بالنسبة لهم يقعدوا أقل فترة ممكنة، إن كان بخلال انتخابهم وإن كان خلال مثلا تهنئتهم، وممكن يكون تهنئتهم على الهاتف، حابين مثلا يزيدوا الواجب إنه يجوا بيجوا، ولكن يقعدوا 5 دقائق. الشاب ممكن يقعدوا له ساعة وأكثر ما شابه إلى آخره، بيقدر فيها. موضوع الأراجيل مشكلة كتير كبيرة، موضوع التدخين لسه المشكلة الأكبر. يعني لازم نرجع نصحح مفاهيمنا، نكتسب عادات جديدة صحية سليمة في زمن الكورونا. صحيح. يعني عشريت الأخبار اليوم بنلاحظ أنه بريطانيا في عنا 1,000,000 أقلعوا عن التدخين خلال جائحة كورونا. صحيح. 1,000,000. نحن إذا عملنا دراسة كم واحد زاد التدخين عنده، للأسف نحن نشوفهم فشوا خلقهم كلياته بالتدخين. الناس أخذت العادة الصحيحة اللي هي عبارة عن الإقلاع عن التدخين، لأنه التدخين مدمر للصحة واكثر شيء للرئتين اللي هي المنفذ الاساسي لانتشار العدوى، اقلعوا عنه. نحن لا ما زلنا في هالاساس، وبيجينا مثل عم بقول انا بالخيام كمان، خاصه للصف الاول بتلاقي دائما الاراجيل موجوده للكباريه بس بالصف الاول وللاسف تماما. يعني هدول هن اكبر شيء واخطر شيء بالنسبه لي. صحيح. هدول بالنسبه لنا يا ريت هي، لانه هي ان كان الماده وان كان المواد اللي فيها اساس تماما او البريش، هذا خطر. تمام. كمان خلينا نركز على نقطه، يمكن بيعزموا بعض لحتى يروحوا ينتخبوا، اوكي يعزموا بعض، ولكن بالمواصلات ما تقعدوا بشكل مكثف وتنزلوا داخل يمكن القاعات الانتخابيه كمان تنتظروا بعض برا. طبيعي بده يكون في دور، في لجان عندنا حتكون تنظم الدور الدخول حتى تنظم العمليه، ما التباعد المكاني ما خارج المركز اجباري. هذا هلا احنا كلياتهم اخذين دورهم كامل بانه يلتزموا بتعليمات وزاره الصحه، هي التباعد المكاني داخل وخارج المركز. بكل المركز حيكون موجود. طب اذا حدا من المواطنين حس بحاله غير يعني غير مقيده بالتعليمات يلي مصدرينها، لمين بيشتكوا ولمين بيلجؤوا؟ كحاله صحيه بالنسبه لنا نحن ايضا حاطين هالاحتمالات بالنسبه لنا. فرقنا الطبيه كامله مستنفره خلال هاليوم هذا، سيارات الاسعاف حتكون موزعه. شو طبيعي انا ما عندي 7331 سياره اسعاف لحطهم قدام سياره اسعاف قدام، تماما ما بقدر عندي. صحيح. بس عندنا نقاط طبيه، عندنا فرق طبيه حتكون موزعه، كل منطقه صحيه هي مسؤوله عنها المراكز الانتخابيه، والسيارات الاسعاف جاهزه تماما. نحن حاطين احتمالين دائما، هي انتشار اي عدوى، ظهور اي واحد اعيائي اللي ممكن يظهر عليه، بالاضافه لنخاف نحن من ضربه الشمس. صحيح. ايضا لانه نحن ضمن الصيف، فاذا نحن اخذين احتياطاتنا كوزاره الصحه
كاملة بهذا الموضوع. وأكيد نوجه تحية لكل العاملين في وزارة الصحة على الجهود الجبارة ضمن ظروف استثنائية، وأساساً نحن طالعين من حالة حرب. يعني أنت عم تحكي عن وزارة تم استنزافها خلال سنوات طويلة وعم تحاول تكون ضمن المعقول وضمن الإمكانيات، لأنه اللوم دائماً بيكون على وزارة الصحة. يعني لما نشوف في حالات منتشرة دائماً وصل التواصل الاجتماعي بتحملكم المسؤولية. في إجراءات كتير كبيرة ومجهود كتير كبير عم تقوموا في ضمن حالة حرب، حصار اقتصادي، ظروف استثنائية. كيف عم تقدروا فعلاً تحققوا هي المعادلة ضمن هي الظروف؟ لأنه دائماً مثل ما قلت ببداية الحديث دائماً بيحملكم المسؤولية لكم اليوم. نحن مثل ما شفتوا القطاع الصحي رغم اللي الدمار اللي صار فيه وبالمعدات وبالمشافي وبالمراكز الصحية أو باستنزاف الكوادر خلال الحرب ما توقف أبدا. وأيضا هل حاليا أيضا بنفس الشيء بجائحة الكورونا أيضا لم يتوقف أبدا، وبالعكس كل ماله عم يكتسب خبرات. الدول الثانية عم تشوف نحن شلون استطعنا نحن رغم هالحرب الكونية مثل قولي اللي صارت واستطعنا نصمد بكل معنى الكلمة ومواقف، وما زلنا لحد الآن عم نشوف نحن عنا أيضا في عنا البرنامج اللقاح الوطني ما وقف، البرامج الثانية ما وقفت، الأمراض المزمنة، السرطانات كلياتها لساعتها لحد الآن تقدم، العمليات النوعية عم نشوفها كلياتها مشافينا. إذا ما زلنا نواكب شيء طبيعي هذا بجهود القطاع الصحي، بجهودها الجيش الصحي هذا اللي عم يبذل الجنود البيض تماما بكل معنى الكلمه ليقدر يواكب الحدث. نعم، يعني بدنا نتشكر اكيد كل الطواقم الطبيه اللي اثبتت اكيد بجدارتها وبالجهود الجباره من خلال يمكن العمل بهي الظروف يلي عم نعيشها. ولكن قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي كلمه اخيره وتوصيات لكل المواطنين من اجل الاستعداد ليوم غد، يعني حتى نحن كمان مستعدين بالكم مامات وبالكفوف مشان ننقل صورة الانتخابات. هلا واحد ممكن يقول طيب انتم تعشون هلا انتم طالعين على التلفزيون وما حاطين كمامات مثلا. لا، برعب بقول لهم احنا قاعدين بمكان طلق وفي مكان تباعد اجتماعي كافي تقريبا اكثر من مترين تقريبا. فذلك بينما انت هون لما اقول انا الكمامه انت هون صار مسؤوليتك، الحمايه هي مسؤوليتك بكل معنى الكلمه، صحتك مسؤوليتك لك لنفسك لعائلتك لجوارك، وبالتالي بدك ينتبه الواحد على هذا الموضوع. انا باخر شيء بتشكر دائما الاعلامنا الوطني اللي واكب الحدث بشكل كتير كبير، وخاصه في موضوع داء الكوفيد وايضا خلال هلا الانتخابات مجلس الشعب. يمكن اجراءات كتير كبيره عم تقوم فيها وزاره الصحه اليوم، جهود جباره عم تقوم فيها. نوجه تحيه لكل العاملين ضمن ظروف استثنائيه مثل ما عم تعيشها البلد، مشكورين جدا على هي الجهود. عم نحاول خلال دائما فتراتنا الصباحيه نسلط الضوء لو على جزء بسيط من هي الجهود اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير لك دكتور عاطف. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لحضرتك.